متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الجولة الليلية. وعيد مبارك سعيد للجميع، عيد مولد نبوي سعيد للجميع. نتمنى ان شاء الله الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، والله يحفظ الأمة الإسلامية من كل داء وكل شر وشرور. فعيدكم مبارك سعيد. متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الجولة الليلية بمناسبة عيد المولد النبوي. أصدقاء شوف تيفي، تحية للجميع. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الجولة الليلية باش نبارك لكم العيد. متابعي الكرام، وعيدكم مبارك سعيد. فألف تحية للجميع. جمال السلام يا أخي، مرحبا سي جمال، عيد كريم يا أخي. مرحبا بكم، مرحبا سي جمال، مرحبا بجميع متابعي القناة شوف تيفي. تحية لكم، هذا المنبر وعيدكم مبارك سعيد. ونتمنى ان شاء الله يترفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكه المغربيه. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء. بغينا ترجع الامه الاسلاميه كما كانت، وترجع المملكه المغربيه على نفضوا على احسن حال. وكنا كنستنكروا ذاك العمل الشنيع اللي دار ذاك الارهابي في احد رجال حراس السجن المدني. فالله يرحم ذاك حارس السجن المدني الشهيد الواجب. عيد مبارك اخي امين امين، ضرب شي دوره سهله ضروري خويا امين امين امين. ضروري ان شاء الله نجيو سهله باذن الله نجيو يا اخي. فالله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. متابعي القناة، ونتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع. وعيدكم مبارك كريم، ونتمنوا ان شاء الله عندنا مرزوقة. مرحبا يا اخي، مرزوقة قريبة ما بعيدة شيء. فكل شيء باغي الامور ترجع كما كانت بالمملكه المغربيه. حتى انا من الناس اللي باغي الامور ترجع كما كانت بالمملكه المغربيه، وترفع لنا وباء كورونا. وان شاء الله نتمنى حتى هذا الحجر الصحي ما يبقى، حارس الطوارئ ما تبقاش، وما تكونش عوده للحجر الصحي كيف ما كانت الامور في السابق. فالمغاربه معروفين بالعمل والمثابرة والجهد والاجتهاد. فنتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع متابعي القناة. قناة شوف تيفي، تحية من نار. عواشركم مبروكة، عواشركم مبروكة متابعي القناة. نتمنى لكم الخير والعافية، ونتمنى لكم الصحة وطولة العمر. وعيد مبارك سعيد للجميع، جميع المغاربة. داخل المغرب وخارج المغرب. فألف تحية لجميع متابعي القناة. Thank you.
نور بلجيكا، مرحبا يا اختي نور بلجيكا، تحيه لك، تحيه ساكنه بلجيكا. فجوله ليليه مع متبعي القناه قناه شيف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الجوله المسائيه متبعي القناه، والف تحيه للجميع. عيد مبارك سي عبد الله، شكرا ياسين التازي، نتمنى صلح ياسين التازي، مرحبا بك يا اخي، فعيد لك مبارك سعيد يا اخي، الف تحيه لك يا اخي العزيز. جولة من قلب مدينة تازة، المدينة الهادئة ليلا. نور صلى الله عليه وسلم محمد، شكرا نور، تحية لك ولساكنة وللمغاربة ببلجيكا، ألف تحية لك نور. تحية طيبة وشكرا لك يا أختي. أحلام بالرضا، عواش مبروكة للجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شكرا. أحلام بالرضا، هل لديكم عيد اليوم؟ عيد المولد النبوي غدا إن شاء الله، الله يدخل علينا بشي صحة وشي سلامة، والله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء من المملكة المغربية. أمنية ديالي بحالها بحال أمنية جميع المغاربة، ترفع البلاء وهذا الوباء من كل ربوع المملكة، نتمنى الخير عند الله ونتمنى العافية والسلام للجميع. اللهم صل على الحبيب مصطفى، احتفال استثنائي هذه السماء، هذه السنة، هذه السنة استثنائية في كل مجالات وكل ميادين، سنة استثنائية في كل مجالات وكل الميادين. فنتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا السلامة للجميع، نتمنوا العافية للجميع هذا مكان، ونتمنوا لكم إن شاء الله الأفراح والمسرات وديما الخير، في الخير في الخير بإذن الله، ما نبغيو حتى شي حاجة خايبة لشي واحد. أيخ لا لا السوق أنا هنا الأخطاء هادي، الله يحفظ الله يحفظ. ألف تحية لجميع متابعي القناة قناة شيف تي في، ألف تحية لجميع متابعي القناة قناة شيف تي في، تحية لكم من هذا المنبر متابعي وأصدقاء شيف تي في. كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، وعيدكم مبارك سعيد، ألف تحية للجميع. فمتابعي قناة شيف تي في، كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، كنشكركم على حسن الإصغاء، كنشكركم على هذا النهار دوزتو معنا هذا اليوم. تازا قرسيف، شكرا لكم، غدا ان شاء الله نتلاقاو 8 صباحا، بث مباشر صباحي من قلب تازا والاجواء بالمدينه. ليله سعيده، عيد مبارك سعيد، والى اللقاء.